نناقش ما يحدث في السودان مع ضيفنا من القاهرة الدكتور أمجد فريد، الكاتب والباحث السياسي ومدير مركز فكرة للدراسات. دكتور فريد، يعني إلى أي مدى إحباط هجوم ميليشيا الدعم السريع على الفاشر يعد نصرا تكتيكيا للجيش السوداني؟ شكرا جزيلا لك. أنا أعتقد أنه الاستمرار في الحديث عن التطورات العسكرية والحرب بين الطرفين في السودان هو حديث غير مجدي. الحرب التي تحدث في السودان بطبيعتها حرب سيئة، والتقدم العسكري فيها لأي من الطرفين لن يؤدي إلى نهاية عسكرية لها. لا توجد طريقة للحسم العسكري في هذه الحرب. الميليشيا تهاجم بعض المناطق في دارفور، والجيش يتقدم في اندورمان. كل هذا الامر لن يساعد على انهاء او وقف الحرب. هذه الحرب ذات طبيعه سياسيه، وينبغي التوصل الى حل سياسي لانهاء، وذلك لن يحدث الا عبر التفاوض. لكن التفاوض لا ينبغي ان يكون على تقسيم السلطه والثروه، ولا ينبغي ان يكون على الخضوع للابتزاز السياسي الذي تمارسه الميليشيا وخلفاء المدنيين بالسلاح وبالحرب، بل ينبغي انه يكون على ما يمكن ان يفيد الشعب السوداني، وعلى كيفيه استعاده المسار الانتقالي الذي بدا في السودان بعد ثوره 2000 ديسمبر 2018. لكن دكتور فريد، الفاتوره الانسانيه منذ بدات هذه الازمه في السودان فاتورة كبيرة جدا لم يواجهها السودان عبر تاريخه. نتحدث الآن عن 13 ألف قتيل، عن 11 مليون نازح في الداخل، عن 7 ملايين لاجئ في الخارج، عن 18 مليون سوداني يواجهون الآن الموت إما بسبب الجوع أو الأمراض كالكوليرا. هذه الفاتورة الإنسانية ألا تحرك طرفي النزاع والأطراف السياسية الأخرى الفاعلة في السودان أن تبحث عن حل أكيد لإنهاء هذه المأساة؟ بطبيعة الحال زي ما قلت لك، الكارثة الإنسانية التي تحدث الآن في السودان هي أكبر كارثة إنسانية في التاريخ في الزمن المعاصر. يعني إنه السودان الآن عدد الذين يعانون من الجوع المدقع والذين يعانون من المجاعة هو أكثر من عددهم في أفغانستان وفي الكونغو، هو 3 أضعاف العدد في فلسطين، وأربع أضعاف العدد في اليمن. ما يحدث في السودان هو أكبر كارثة إنسانية يمكن تصورها، أو يمكننا أن نمضي في الأرقام لنذكر أنه 19 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة، ويعني مؤخرا أصدرت وزارة الأطباء بلا حدود تقرير أفادت فيه أنه في منطقة زمزم، في معسكر زمزم في شمال دارفور، هناك طفل يموت من الجوع كل ساعتين. هذه الأرقام هي أرقام كبيرة جدا جدا، وكارثة إنسانية كبيرة جدا جدا. لكن الحرب التي تحدث في السودان هي حرب تحدث بين طرفين سيئين لم يلتفتا منذ انقلاب في 25 أكتوبر 2021، الذين تشاركوا معا في صناعته والانقلاب على السلطة الانتقالية لم ينظرا إلى مصلحة الشعب السوداني. الآن الحل الوحيد من ذلك هو التوصل إلى وقف طويل لإطلاق النار، ووقف عدائيات تتم مراقبته بواسطة قوى ثالثة محايدة، بواسطة قوى دولية محايدة تقوم بالفصل بين القوات ومنعهم من الاشتباك، وبعد ذلك الانخراط في عملية سياسية تشمل جميع الأطراف المدنية إلا التي تورطت في ارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، وتقوم بدون مشاركة الجيش والدعم السريع للوصول لآليات حقيقية لوقف الحرب، وذلك يتضمن إصلاح جذري وعميق وشامل في الجيش السوداني، وكذلك العمل على إنهاء الوجود المؤسسي لميليشيا قوات الدعم السريع بكافة تمدداتها العسكرية والاقتصادية والسياسية. جيد دكتور فريد، يعني هذه خريطة طريق جيدة، لكن كيف يمكن الوصول إليها؟ يعني ربما وزير الإعلام السوداني قال إن منبر جدة هو المنبر الوحيد الذي من خلاله سيتم التفاوض، لكن حتى الآن لا طريق إلى جدة، فكيف سيذهب الطرفان ومعهم كل الفاعلون السودانيون إلى اتفاق على ما تفضلت به مثلا؟ الطرفين انخرطوا في مفاوضات في جدة على مدى عدة أشهر منذ اندلاع الحرب، ووقعوا على أكثر من 10 اتفاقيات لوقف إطلاق النار لم يلتزم بها الطرفين. بدون آليات للإنفاذ، بدون آليات إنفاذ واضحة وآليات بتاعت رقابة دولية على الطرفين، أنا أعتقد أنه بيكون من غير المعقول انه نعيد تجريب المجرم.
انا اعتقد انه الوسطاء الدوليين سواء كانوا في جدة او في المنامة او في غيرها من المبادرات، وهناك كثير من المبادرات، يعني هناك مبادرة الإيجاد، مبادرة الاتحاد الأفريقي، مبادرة دول الجوار، وهناك منبر جدة، ومؤخرا مسار المنامة، وكل هذه المبادرات ينعدم التنسيق فيما بينها حول كيفية تخليق أو صناعة آليات إنفاذ وآليات تجبر الطرفين على الالتزام بما يتم الاتفاق عليه. أنا أعتقد أن الخطوة الأولى التي يحتاجها المجتمع الدولي وكل الدول أو الفاعلين الدوليين المخرطين في الشأن السوداني هو العمل على إيجاد منصة للتنسيق فيما بينهم على كيفية توحيد جهودهم في مخاطبة الأزمة السودانية، بدلا من العمل المنفرد في عدة منابر متعددة وبدون تقسيم واضح للأدوار، لأن هذا التعدد للمنابر هو مما يطيل أمد الحرب، وهو مما يؤدي إلى مزيد من المعاناة التي تقع على كاهل الشعب السوداني. المهم أن تكون النوايا جيدة في هذا الإطار دكتور فريد، لأنه الأمين العام للأمم المتحدة قال إن ما يحدث في السودان مروع واستمرار ما يحدث لن يؤدي إلى نتيجة، وبالفعل تجارب الحروب كلها تقول إنه حين تصل المدافع إلى طريق مسدود في إيجاد حل حاسم لأحد الطرفين لابد من الذهاب إلى السياسة، لكن هذا ما لم يحدث في الأزمة السودانية. في مرات كثيرة كان يجب فيها اللجوء إلى التفاوض السياسي أو ذهب إلى التفاوض ثم يعني فشل فيما يمكن أن يتفق عليه. أنا أفتكر أن الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش هو آخر من يتكلم يعني بنوايا طيبة عن الوضع في السودان. الأمين العام للأمم المتحدة يفضل أن لا يفعل أي شيء في الأزمة السودانية، ويحاول أن يبتعد عن هذا الملف قدر الإمكان، بالرغم من أنه زي ما ذكرت لك هي أكبر كارثة إنسانية معاصرة. الأمم المتحدة ومنظماتها حتى الآن، يعني التعامل بتاعها مع الشأن السوداني هو كان تعامل مهيب، سواء كان على المستوى السياسي أو كان على المستوى بتاع العمل الإنساني، بل حتى أن بعض منظمات الأمم المتحدة تحاول دفع المنظمات الإنسانية للتعامل مع نظم إدارية بديلة تخليق ميليشيا قوات الدعم السريع في المناطق التي تسيطر عليها، وده بيمهد بشكل فعلي لوجود حكومتين في السودان، وبالتالي إلى المضي في 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 مسار تقسيم. أنا زي ما قلت لك المجتمع الدولي يحتاج إلى أن يعيد النظر إلى الحالة السودانية بجدية، وينظر إلى أن تكاليف استمرار هذه الحرب سواء كانت التكاليف الإنسانية أو تكاليف المعاناة التي تقع على السودان هي تكاليف باهظة جدا جدا، والأسهل منها هو العمل بجدية على إجبار الطرفين على التوقف عن القتال، وإرسال بعثة لحماية المدنيين والفصل بين القوات، وفرض اتفاقيات وقف العدائيات ووقف إطلاق النار. هذا ربما دكتور فريد مرهون ربما بوقف فكرة أو إنهاء فكرة تضارب المصالح الأممية الإقليمية الداخلية حتى السودانية على ما يحدث في السودان. هناك تضارب مصالح كبير بين كل الأطراف يؤدي إلى استمرار الحرب والتي وصلت اليوم إلى يومها 300، لا توجد أفق لأي حلول مع تضارب المصالح الكثيرة على أرض السودان. هو الأمر ليس تضارب مصالح، لكن هناك جهات تدعم استمرار الحرب في السودان بشكل مباشر، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة كما ورد في التقرير الأخير. عفوا عفوا دكتور فريد، يعني لا نريد أن نطلق الاتهامات على عواهنها، لكن بالتأكيد هناك مسألة تشرذم لو في سمحت لي، المصالح. هذه ليست اتهامات على عواهنها، هذا هو تقرير لجنة الخبراء الخاصة بدارفور الذي صدر في مطلع هذا العام. بغض النظر هناك حتى جهات أفريقية لديها مصالح متضاربة في السودان. والذي حدد جهات بعينها، تقرير من أكبر منظمة أممية حدد جهات بعينها متورطة في دعم الميليشيا واستمرار الحرب في السودان، سواء كان دعمها بالسلاح أو تقديم الدعم السياسي لها أو تقديم الدعم المادي، وتم تحديد دولة الإمارات ودولة تشاد كدواعم أساسية. هذه ليست اتهامات، هذه دول تقوم بقتل شعبنا، تقوم بإيذاء بلادنا، تقوم بإشعال النار في بلادنا. الحديث على أنها اتهامات على عواهنها هو أمر يعني كلام غير مقبول. طيب الآن دكتور فريد، الآن دكتور فريد حتى نصل إلى حل، وزير الإعلام السوداني حين تحدث عن منبر جدة كأحد روافد الحل،
هل تعتقد أن الجانب الآخر في ميليشيا الدعم السريع سينصاع إلى مثل هذه الفكرة، سيعود مرة أخرى إلى منبر جدة، أم أنه ربما بعيد عن الوصول إلى هذا الحل بعد أن ربما استقر في أماكن أوسع في الخريطة السودانية؟ أنا أعتقد أن الطرفين حتى الآن بيفتقدوا إلى إرادة حقيقية للحل السياسي، وزي ما قلت لك يحتاج المجتمع الدولي إلى توحيد منصة التفاوض وكيفية مخاطبة الأزمة السودانية قبل السماح للطرفين بالتسوق بين المنابر المختلفة، سواء كانت الإيجاد الاتحاد الأفريقي جدة، يحتاج كل هذه المنابر إلى توحيد خطتها أو استراتيجيتها في كيفية التعامل مع الوضع في السودان وكيفية إنهاء المعاناة الناجمة عن الحرب أو المستمرة حتى الآن. ضيفنا الدكتور أمجد فريد، الكاتب والباحث السياسي، مدير مركز فكرة للدراسات، شكرا جزيلا على وجودك معنا.